مرحبا بكم. ستندهشون عندما تعرفون من هذا الشخص. لنعرف من يكون بالضبط، الآن إذا رأينا ذلك الرجل في المترو أو الأتوبيس ماذا سيخطر ببالنا؟ لنضع احتمالات. أولا، للأسف حالته سيئة للغاية. ثانيا، يبدو وكأنه متسول. ثالثا، لماذا لا يكون هناك وسائل لنقل المشردين أمثاله؟ رابعا، ابتعد عني، سأغادر المكان. هل هو لص أم سكير أم فاشل منحوس غير واضح؟ فيما يتعلق بأحكامنا المتسرعة فهي هباء ليس لها أساسا من الصحة. الآن انتظر من فضلك، هذا الرجل هو غريغوري بيرلمان. من هو؟ إنه عالم الرياضيات الروسي الذي استطاع في عام 2002 أن يجد حل المسألة الرياضية المعروفة باسم حدسية بوانكاري، والتي تعتبر من أكثر 7 مسائل حسابية معقدة في العالم لم يجد لها حلا لما يقرب من قرن من الزمان. بعد حله للمسألة ب4 سنوات في عام 2006 رشح لجائزة فيلز، والتي تعادل جائزة نوبل في باقي المجالات، ولكنه رفض معللا ذلك بأنه لم يرى الاحترام الذي يستحقه من بعض الزملاء في أمريكا الغير مؤهلين لتقييمه كما ذكر. وقد أوضح بيرلمان، والذي واجه خسارته بتقديم استقالته من وظيفته في جامعة ستوكولف الموجودة في سانت بطرسبرغ، وأنه انقطع عن الرياضيات في فترة أزمته النفسية. وفي النهاية قال أنه من الممكن أن يقبل هذا المبلغ $1,000,000 لينفقه على تطوير علم الرياضيات. تخلوا عن أحكامكم المتسرعة، الشخص الغريب الذي تروه في المترو أو الأتوبيس قد يكون شخصا مختلفا كليا عما تعتقدون أنتم. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.